مشاهدي قناة شوف تي في، مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من العاصمة الإسماعيلية مكناس. عواشركم مباركة للجميع. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، موضوع الحلقة غادي نتكلمو أو غادي نسلطو الضوء على واحد الفئة اللي حقيقة كتلعب دور كبير في رفع الراية المغربية في مختلف المحافل الدولية، ولكن في هذه الأزمة ديال فيروس كورونا أو وباء كورونا ما خداوش حقهم. قطاع اللي ما تكلموش عليه بزاف أو ما تكلموش عليه في خطرة، لدرجة أننا شفنا مؤخرا فيديو كيدور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المدرب ديال نوع من أنواع ديال الرياضة، لدينا نذكر الاسم، اللي كان بالتوني ديالو وبالسمطة الكحلة، يعني سانتور نوار اللي هي آخر ما كاين في السماطي، كنشوفوه كيسعى كيطلب، حنا كاملين كنسعاو باب الله، كيطلب بالحوايج ديال اللبسة، يعني هو كيعبر على شوفين وصلات الرياضة المغربية، شوفوا الحالة اللي وصل لها المدرب المغربي. حنا كنشوفوا فاش كيكون شي مسابقة دولية، كنبقاو نشوفوا واش كاينين المغاربة حاضرين، نبقاو نشجعوهم وفرحانين، لكن غير من خلف الشاشة ما كنشجعوهمش في أرض الواقع. هذه هي الفرصة اللي خصنا أننا نضمنوا معهم ونتحدوا معهم نعطيهم حقهم. عبد الله أيوه، فعلا فئة الرياضة وفئة الفن، صحيح هاد الفئة هادي خصوصا في ظل هاد الأزمة اللي أزمة فيروس كورونا، ناسها كيعانيو بزاف، كيعانيو في الصمت، يعني الا ما تكلمناش عليهم حنايا وحاولنا اننا نوصلوا الصوت ديالهم، فشكون اللي غيتكلم عليهم؟ كيف ما سبق وقلت اننا اي اسره مغربيه فاش كيكون سباق عالمي اللي كيكونوا فيه جميع الدول، كنحاولوا دائما وابدا نقلبوا على الرايه المغربيه واش كاينه، وكنبقاو غادي نشوفوا اول اتصال ونرجع لكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي، مساء النور. مساء النور اختي فاطمه الزهراء، مرحبا بالسي بودخان. الله ينورك، معك بودخان رئيس جمعيه الصداقه للمصارعه المماثله والجرابلين جرابلين كومبا. كنشكر اذاعه شوف تي في اللي دائما تكون معنا ومشجعنا وتتوصل الصوت ديال المواطنين للراي العام، كتنور الرأي العام بالأخبار اللي تكون، يعني الحمد لله محتاجينها المواطنين ومحتاج الشعب المغربي. هذا واجب سيدي. الله ينورك. بالنسبة اليوم لما أظن أن يعني درتوا واحد المبادرة أنكم باش توصلوا الصوت ديالنا حنا كجمعيات رياضية الرأي العام. صحيح. والمسؤولين يتهموا ما تلقيتهم. يعني صناع القرار. يعني صناع القرار الرياضي في المغرب. شنو هو المعاناة اللي كيعانيها القطاع ديال حنا؟ يخلص عارفينها، لكن باش نذكروا الجهات المختصة باش نفيقوهم ونوضحوا لهم أكثر فأكثر، أو نحاولوا أننا نزيدوا نفكروهم في المعاناة ديال الرياضيين في المغرب. شنو المعاناة ديالكم في أزمة كورونا؟ أختي المعاناة اللي كان عندي وحنا في المغرب كاينين جوج معاناة. المعاناة عندنا، المعاناة الأولى في جائحة كورونا هو الإقصاء والتهميش. الإقصاء والجمعيات الرياضية من الدعم المباشر ديال صندوق دعم جائحة كورونا اللي هو ما فهمناش علاش أنها كجمعيات رياضية. والمشكل الثاني هو بقى فينا الحال حنا كجمعيات رياضية اللي تجي من الجهات المسؤولة، لا وزارة الشباب والرياضة، لا لجنة اليقظة، ولا الوزير الأول اللي هو السي العثماني. يعني صراحة ما التفتوش كاع على هذا القطاع نهائيا. حنا دابا مازال لحد الآن مصدومين بحال حنا كما كنقولوا مصدومين
علاش اتخذوا هذا القرار وعلاش عطاونا بالدار حنا كجمعيات رياضيه؟ يعني هادو جوج ديال الحوايج دابا حنا هادو هما المعاناه الكبيره هو ان فاش ما تيلقاكش شي واحد اللي هو مسؤول على القطاع الرياضي وما تيعطيكش ديك القيمه اللي خاصك تعطيك انت كمدرب رياضي او كجمعيه رياضيه اللي كنتي مده طويله وانت تخدم بجديه وكنتي من جنود الخفاء اللي كتنمي اجيال وكتنمي اطفال وكتبني واحد الاجيال المغربيه يكونوا متخلقين ورياضيين وفيهم روح المواطنه وكنت كتنمى من الوطن انه باش كما كنقولوا على الاقل يعطيك شي واحد شويه من داك الشيء اللي عطيتيه كمسؤول رياضي ما تطمش. هذه هي المعاناه الاولى. بعد نفسانيا حنا مرضنا نفسانيا بهذه القضيه لان حتى واحد لان راك كما كتعرفي اختي فاطمه الزهراء تصوري انك كنت كتعطي للدوله ديالك المغربيه وهزيتي الرايات العالم المغربي في التحافل الدوليه والعالميه وكونتي ابطال اللي هما بينوا المغرب في الخريطه ديال المغرب اول قطاع بين المغرب في الخريطه في العالم لا في المكسيكو ولا في القاره الاسيويه بالرياضه يعني بسعيد عويطان هو المتوكل وزيد بزاف من الابطال الرياضيين اللي بينوا المغرب في الخريطه العالميه بالرياضه يعني يعطينا شي حاجه لهذا الوطن يعني احنا ما نستحقوش هذا التهميش والاقصاء اللي هما قصاونا ولحد الان مازال تناشدوا وتناشدوا صاحب الجلاله الرياضي الاول تناشدوا الحكومه تناشدوا اليقظه ولا حد يحرك ساكنا ولا اذن صاغيه تصمت لك غير تصمت لك. يعني انا عندي تساؤل كرئيس جمعيه رياضيه انا كنقول يعطيونا غير مدرب واش درنا شي ذنب في هذا الوطن؟ واش ذاك المواطن اللي كنا خدامين بها من قلبنا وديك التضحيه؟ وحنا المشكل الغريب في الامر اختي فاطمه الزهراء هو ان هو القطاع الوحيد في المغرب اللي ما عمره كان تيطلب شي حاجه من الدوله. كنا كنخدموا كمناضلين كنا كنضحيو من جيابنا كنضحيو من وقتنا كنضحيو من الحوايج من اجل الوطن ومن سنين واعوام وحنا كنعطيو من مجهودنا حنا الخاص. ما عمرنا مدينا يدينا لهم ولا قلنا لهم عطيونا. ما طلبنا لهم لا سينيسيس، ما طلبنا لهم صندوق الدمج الجنائي، ما طلبنا لهم جميع القطاعات كلهم كيطالبوا بالحقوق ديالهم الا في القطاع الرياضي. يعني حتى فاش كنشوفوا الشباب ديالنا في المحافل الدوليه رافعين الرايه المغربيه كنكونوا كنفتخروا بهم، لكن باش اننا في ارض الواقع نقدموا لهم الدعم هذا الشيء يعني راه كيترجم الان على ارض الواقع كما كنشوفوا وحنا في ظل جائحه كورونا كنشوفوا انه ما كاينش الدعم. وهذا هو الغريب في الامر اختي فاطمه الزهراء، يعني التفاته لا في الدعم ولا حتى من المنحه ديالنا كاع اللي هي تخرجت لنا في الجامعه اللي هو ربما السي عبد الله بوالو راه يكون في الاستماع، حتى المنحه اللي تعطاتنا في 2018 و2019 هذه انايد ما قبضناش. لدرجه انه دابا تيخرج هو بواحد التصريح ان 2020 ما دخلش مثلا بجائحه كورونا ما كاينش مداخيل باش يخلص الموظفين. وحنا ما هضرناش معك السي عبد الله بوانو على اساس ان 2020، حنا هضرنا على الفلوس ولا الدعم ديال 2019 2018 فينا هي. يعني الدعم خرج لنا ووافقت عليه الدوره، وافقوا عليه الدوره في دوره المستشارين وخرج الدعم ووافقوا عليه هما. يعني ما تعطلناش، علاش ما تعطلناش في 2019؟ كون رحنا على الاقل لقينا اننا باش نخلصوا الكرا. واللي مهم بزاف كاع اختي فاطمه خصو يعرفوا الراي العام ولا المسؤولين ولا لجنه اليقظه نفسهم يعرفوه هو الجمعيات الرياضيه ما ضعناش هنا اختي في 3 شهور. دابا حنا ما ضعناش 3 شهور، حنا ضعنا في عام كامل، لان الجمعيات الرياضيه كتشتغل في شهر جوج شهر واحد ثلاثه اربع شهور عندنا ديال الخدمه. ديك الاربع شهور هي اللي كنخدموا بها باش كنوفروا بها باش كنخلصوا الكرا في شهر 5 6 7 8 9 10 حتى تيبداو الدراري الدخول للمدرسه. يعني دابا حنا مشينا العام كامل، دابا حنا خلصنا شهر 3 من جيبنا وشهر 4 وشهر 5 واخا غادي يطلقونا مثلا يقولوا لنا خدموا في شهر 6 ما كاينش اللي غيدريني عندك، لان الاطفال لان اولا شهر 6 كاين امتحانات، شهر 7 تيسافروا الدراري. دابا يعني غتكون ازمه في ظل الكورونا وما وراء كورونا. ما وراء كورونا دابا حنا واخا يقولوا لنا سيروا تحلوا، شكون اللي جاتنا في الصيف؟ وحنا في الصيف ديما معروف ان الدراري كيمشيو يسافروا. يعني دابا أزمة عندنا في كورونا وما وراء كورونا، يعني حنا أول قطاع خصو بعد الدعم، لأن حنا عندنا العام كامل، ماشي حنا شركة أو مثلا
مثلا المقاوله غنحسوا شراين وغنوضوا نخدموا في الشهر الجاي وغندخلوا مثلا المدخول ديالنا وغادي نشتغلوا. حنا مشالنا العام كامل ويعني هذا الشيء هو اللي كيحس في الخاطر وفي القلب هو ان حتى واحد ما انتدش لهذه المعاناه اللي كنعانيو منها. رغم ان عندنا مدربين في داخل الجمعيات عندنا مدربين اللي هما عندهم احسن العوان اوصاف يخدموا عليهم ديك الرياضه. عندهم مسؤوليه عندهم اطفال عندهم كما قلت اخر الاطفال عندهم مسؤوليه عندنا مصاريف كراء الدار يعني مصروف عندنا نساء اللي هما كانوا كيديروا لنا النظافه في الجمعيات ديالنا عندنا كما كنقولوا واحد الاخوان اللي كانوا كيتعاونوا معنا في الكتابه وكنا كنعاونوهم على المصاريف العائليه ديالهم سي مدخان شنو تقدر ترجم لي يعني واحد المقطع فيديو اللي كيدور عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي كيبين حالة ديال مدرب رياضي حامل صمت الكحلة وكيسعى بالدوني ديال الرياضة اختي هذاك نترجمو لك هذاك خصو يتحملوا الناس المسؤولين عن الرياضه هما اللي خصهم يتحملوا النتيجه ديال داك الفيديو كما بغا يكون لان حنا براسنا كون ما كانش الكرامه ديالنا وتسمح لنا وكون تسمح لنا الكرامه ديالنا وكانت اننا نخرجوا قدام التلامذه ديالنا والناس حنا راه غير ما كنتش حنا راه غير حشمنا نديروا اكثر من داك الشيء لان حنا وصلتنا للعظم ولكن الكرامه ديالنا والقيمه ديالنا كلنا كيعيطوا لنا الناس استاذ واليوم تخرج تقول له تسعالوا في السنقه هذا هو اللي ما خلاناش اننا باش نخرجوا نديروا اكثر من ديك الحاله يعني ديك الفيديو يعني ديك الفيديو كيعبر على قمه المعاناه اي هذاك هذا يعني هذاك راه عطاهم واحد الصوره ياك مع الله وافي تحرك شويه الاحساس ديال هاد الناس المسؤولين هاد لجنه اليقظه ياك مع الله انا مرادك صيفط لهم ميساج بان راه المدربين راه عافي نوصل خصهم يفهموا هذاك السيد اللي دار ذاك الميساج وقال خصهم يفسروا ذاك الميساج اما ولا جاو اللي جاو لعندي انا اللي جاو لعندي انا مثلا واش انا دابا عندي باش نخلص 3 شهور ديال الكراب 2000 درهم في الشهر 6000 درهم وانا ما مدخلش حتى درهم صحيح يعني صعيب واش انا عندي باش نصرف على راسي وانا ما عندي لا لاسينيسيس ما عندي لا تاع ما عندي حتى شي حاجه واش حنايا واش حنا ما عندناش اسر ديالنا واش حنا ما عندناش ولادنا يعني على الاقل كانوا يزوروا لينا كما داروا الشركات والمقاولات دار لهم ديال اوكسيجين ضمان اوكسيجين دار لهم البنكار حنا على الاقل يعطونا غير كريدي كاع بدون فوائد على الاقل مني ما بغاوش يشوفوا فينا ما يصدقوش علينا يعطونا غير كريدي بدون فوائد وحنا الحمد لله كاين يعني تخفيف المعاناه على الاقل ولكن دابا حنايا خلاونا في مشاكل مع موالين الكرا الانسان كريم وموظف يدخل الماء تخشو ياكل حتى هو من داك الكرا تيقول لك انا ماشي شغلي كاين الماء والضو كاين بزاف ديال الحويجات كاين المصاريف كاين العواشر اشوفي انا بالنسبه لي اختي باقي الوزاره يعني راه ما كايناش ديموقراطيه كما تيقولوا لنا كاينه ديموقراطيه وكاين حقوق ديال المواطن حق راه ما بانتناش حنا كجمعيات رياضيه لان الديمقراطيه هي فاش تجي وتقول لواحد واحد السيد او واحد المحل كان خدام القانون ديالو وبواصل الايداع ديالو وبحقوق ديالو تشد له وما تعطيهش ما تعاونوش هذه انا تنسميها ماشي ديمقراطيه في باطن الزرع ديمقراطيه يا جيتي عندي قلتي لي سد ايوا انا سديت انا ردخت الاوامر ديال انا ردخت الاوامر ديالكم انتم اللي طلبتوا مني كدوله وكوزاره ايوا لكن انتم ديروا الواجب ديالكم كوزاره عاوتاني صحيح انا شنو رسالتك سي بودخان شنو رسالتك استاذ رسالتي الاخوان راهم كما تنقولوا احنا كمدربين وكجمعيات رياضيه راه حنا حسينا بواحد الحقره وبواحد الاهانه وبواحد كما تنقولوا بواحد الاحتقار للمجال الرياضي اللي هو اهم قطاع حيوي في المغرب صحيح راه الدول راه الصين راه تنتعش من الرياضه والدول الاسيويه تنتعشوا من الرياضه والدول الامريكيه عطين قيمه الرياضه الدول كلهم عطاو قيمه كبيره للرياضه لان الرياضه هي اللي كتعبر على الحضاره ديال الدوله وهي اللي كتعبر على القيمه والمستوى الاخلاقي والوطني يعني راه باش يمشي الرياضي وتيبقى يتقاتل في دول اوروبيه باش يهز العالم ديالو الرياضي يعني راه تيعبر على روح المواطنه هاد روح المواطنه بغيناهم يعطيونا القيمه ديالنا اللي تنفتح يعني خصهم يحيوها في الرياضي باش تبقى فيه يعني خصهم ما يقتلوهاش فينا حنا
لان الكره غادي يقتلوا فينا ديك روح المواطنه، لان شغل ان لك المحل ديالك وما عبركش. يلا شنو تيقول لك هذا المسؤول هذا ولا هذا السيد الوزير ولا هذا الشتات شنو تيقول لك؟ هو هذا ما حسبت لك المحل ديالك وما عبركش. احنا كنتمناو ان هذه روح المواطنه ما يخليوهاش تموت فينا، يخليوها في قلوبنا، وباش حنا نعاودوا باش نستانفوا العمل ديالنا نربيو في الاشياء اللي هما كيدرينو عندنا وحنا مقتنعين بها. ان شاء الله كنتمنى ان الرساله هي خلاص، او طبعا هي رساله واضحه، وكنتمنى انها توصل لاصحابها، يعني اللي خصهم يشوفوا من حال هاد الفئه هذه او هاد القطاع اللي حقيقه قطاع ضرر وما كاينش اللي يتكلم عليه. ف هذه فرصه اننا نوصلوا الصوت ديالكم سي بودخان. واحد الرساله اختي فاطمه الزهراء اذا كان ممكن الله يسهل عليك. كنوصل واحد كنطلب واحد الطلب من الشعب المغربي. انا كنطلب من الشعب المغربي ومن الرياضي الاول صاحب الجلاله نصره الله انهم يوقفوا مع مع مع, مع القطاع هذا، لان الحمد لله حنا راه القطاع الرياضي الشعب كله كيعرف بان الرياضه هي اللي كانت تواسي الاطفال ديالهم والوليدات ديالهم وتنخلقوا لهم فضاءات في الانشطه ديالهم وتنحسبوهم وليداتنا. دابا كنطلب منهم انهم ما يتخلاوش على هذا القطاع الرياضي، على الاقل يناضلوا معنا غير بالبارطاج ويوصلوا الصوت ديالنا للمسؤولين، لان الحمد لله كما تنقولوا عندنا طاقات شابة، عندنا تبارك الله مواهب، عندنا تبارك الله اني كنشوفوا شباب اللي ان عندهم طموح وامل انهم يوصلوا للعالميه ويشرفوا الرايه المغربيه، لكن خصهم تشجيع. فما يمكنش انه يكون كما قلتي سي بودخان ان الشاب الرياضي تكون عنده روح المواطنه وبهذه الطريقه هذه غادي نقتلوها فيه، فخصنا نزرعوا فيه حب الوطن بالتضامن بالتآزر بالمحبه وبالعطاء. شكرا لك سي فاطمه الزهراء، وكنوجه واحد الميساج للسلطات السياسيه والاخوه اللي مسؤولين، لان راهم فاش كتكون في جميع الاعياد الوطنيه ولا في الزيارات الملكيه وهما كيعرفوا هادشي هذا، بان راه كانوا كيلقاونا غير حنا اول جمعيات او اول قطاع اللي حنا كنجريو لذاك المناسبات اللي كنحتفلوا بهم وكنشجعوهم ودائما كيكونوا في جيل الهمومه. كنتمنى انهم اليوم ما يتخلاوش علينا ويوقفوا على الاقل يردوا لنا غير واحد شويه من داك الشيء اللي عطينا لهذ البلاد هذه. ان شاء الله نتمنى. هذا ما كان في فاطمه الزهراء، وتنولي نجدد الشكر ديالي لاذاعه شوف تي في اللي دائما تتكون مساندانا وموصله الصوت ديالنا كشعب وكجمعيات رياضيه. شكرا لك اختي فاطمه الزهراء. بارك الله لك سي بودخان، كنتي معنا مباشره من العاصمه الاسماعيليه مكناس. شكرا لك على التواصل، حسن التواصل ديالك والتدخل ديالك. ما كاين مشكله اختي، شكرا لك، شكرا لك. هذا ميساج نيابه على جميع الاخوان الاصدقاء ديالنا الرياضيين والجمعيات الرياضيه في المغرب. شكرا لك، تبارك الله عليكم سي سعيده، شكرا على الاتصال. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، السي احمد او السي بودخان عطانا ملخص ديال المعاناه ديال الجمعيات الرياضيه او المدربين او اصحاب النوادي الرياضيه المغرب، فهما كيعانيو في صمت. وكيف ما سبق وقلت اننا شفنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شفنا مقطع فيديو لمدرب حامل صمت كحله في نوع من الرياضه، لا داعي لذكر النوع ديال الرياضه، فهو كيطلب كاملين كيف ما قلت كنطلبوا الله. يعني هي طريقه كيحتج بها على الوضع الكارثي اللي وصلت ليه الرياضه في المغرب، وكذلك هو كيوصل رسائل لصناع القرار احتضر رحنا يا ولينا كنسعاو فشوفوا فينا وجه الله بطريقته الخاصه. اذا لا اله الا الله محمد رسول الله. الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في نقول لكم دمتم بالف خير، والى بث مباشر اخر، موضوع اخر، مكان اخر، وشكم مبارك.